الله يطول الأعمار، يسلمكم، الله حي، مرحبا بالجميع. محمد يا صاحبي، مكان إقامة تقدر تروح وتخليه، منه تلتزم مع الأخوة هذه، والله كارثة. اي أيوة والله، اي والله، مساء الهدوء والراحة والطمأنينة والسكينة. صار ما هو موجود محمد مسفر زين الأمور، لكن لو انه موجود اي خلهم يهلون، بس هم خلهم كلنا يدري بدلوه. هذا واحد كاتب للحين روسه توجع، هذا وانتم تشوفونه في البث في الجوالات، اجل فما بالكم باللي معه في غرفته واحده. شكرا يا محمد السبيعي على الملاحظه، على المعلومه اللي ما طلبتها. ايه قل بقى، عليكم السلام، يا هلا وسهلا. طول عمركم، والله ناس واجد يطلبون بث، وناس يقول لا تفتح بث وانت ماسك خط، لكن لاني بالسواق بتفشل انا وياكم شوي. والله كان ناوي نخلي البث إذا وصلت عقب الفجر كذا على الصباح. الله يطول أعماركم ويسلمكم. ما في معنى نفتح بث العين وبث عقب الفجر. إيه، لكن قطع الخط واستأنس بكم يا جمهور الغالي، وأخذ علومكم. وفي ناس عندهم دوامات، يعني سدد وقارب. نعم، ودي أرضي جميع الأطراف. محمد متلاحق أنا وياه، هالمرة والله إنه على قولت واحد من أخويا طش راسي البارحة كله. هذا يقول انا اسهر مع العاطلين واقوم ما مداوي. جزاك الله خير، انت تحارب على جبهتين. ايه وصلنا 6000، عديناها الله يعزك. في سبات عميق، الله يجزاك خير. وانا مريت له مكتب الجيب الباطن، اخترت فيه ديوان، وانا لي نظرة في الكتب وفي دواوين الشعر خصوصا. ان شاء الله ان نظرتي ما تخيب في هذا الديوان. انا ابحث عن ديوان اسمان الهرج سعد بن جدلان، وديوان أو كتاب ركان بن حثليب. أذكر أني قد عينتها في جرير اللي على طريق الأمير نايف اللي قبل المرسلات عند مكتب العمل مقابلة جرير، ولا عاد عينتها.
ما لقيتها لا في موقع ولا، أنا أبي نسخة جيدة يعني مو مستخدم. الله يطول عمر ويسلمك. إيه في ديوان راكان بن حدرين وعثمان الهرج سعد بن جثعم. يقولون يقولون مو بلازم والله أخوان، أنا والله ودي بس ما أيوه. في موقع جرير وين؟ في جرير الخارج ما جيت. الله يبيض وجهه محمد بن ناصر، سمعت كلامه ولا يستغرب منه الكلام الطيب هذا. لا حمران عيونه وابن عمه شاتي فيهم مجروحه. أروح إن شاء الله قريب. قصيدة الغزل في الشاعر عبد الهادي بن سهل، شاعر من كبار شعراء القبيلة. وقصيد الغزل ما ينشره، يسمع ربعه الخاصين في جلسات الخاصة ويقول ليش ما تنشره يا عبد الهادي؟ قال والله ما ودي انه يسمعه كبير سن وينقد علي، ولا يسمعه مبغض ويفرح علي. لذلك انا ما مقنعني صراحة جوابه. والغزل جانب خاص من الانسان وله غرض من اغراض الشعر، عادي الانسان انه ينشره. لكن أنا مقل في الغزل. يقول سعد بن جدران الله يغفر له، شعر الغزل ما حد انقضى به لزومه، لا سعد لا كعب بن سلمى ولا زهير بن كعب. شغل شغل هاي الدقيقة سمعكم يا قصير. اي بعضهم اول ابشر ابشر قصيدة الفيلم موجود بسمعك. شعر الغزل ما حد انقضى به لزوم، لا كعب بن سلمى ولا زهير بن كعب. وين هاي؟ اي شوف شوف تراها طبعتين. هذا يا اخوان الديوان اللي ابحث عنه عثمان الهرج، هو ابو محمد الله يغفر له مقتبس ان اسم الديوان من شاطر الله. يوم يقول اجمع عثمان الهرج خوفا من التقصير، وجيت اقوله عند وجه تحاجز. خلاص خلاص انا ما كان عندي ذا المعلومه. انا ابن الشعب وانت حكومة، عسى الحكومة مستهمها من الشعب. الله يحفظك. بسمعكم اياها قصيدة ابن جدلان. يقول انا ابن الشعب وانت حكومة، عسى الحكومة مستهمها من الشعب. شعر الغزل ما حد انقضى به لزومه، لا كعب بن سلمى ولا زهير بن كعب. جيتني تنشد لك لبيع عن علومه. العب شو يقولون، مبتم من اللعب. لا ما يقرب للعيال. طول عمار ان شاء الله يعز الحكومه. علمي معي جاك حياة. جتني تناشد لك مبيعات.
علومه تلعب وانا قد مهوم من اللعب طرق النعاعن ما لحتها الطخومه كان في عواتق هالي يا صافي حيث اسمعوا الابيات ما لكم من الصوت قد بنتهو حج لهم عصومه من عذبه ربي على دار بهاتك صبح شلع جنحد جاء في قدومه وبرق زرع في خافقي فرحه ورعب شاي الغزل محد انقضى باهل ذومه لكن بن سلمى ولا زهير بن كعب يلي خطى نفسك علينا تسومه تبغي الكلام الصدق في موقف صعب انا من ابن الشعب وانتو حكومه عسى الحكومه مستهمه من الشعب عسى الحكومة مستهمة من الشر كلمات بن جدران الله يغفر له والله مبطن من الكتاب تحبون على نهاية البرنامج والالتزامات جاني عصف ذهني أدري أنا أخلص اللزوم ذا ولا أروح للعزيمة ولا أروح ل البقى أروح دوانتم رايح لبيتنا الله يسلم يعطيك العافية يقول ديوان بجيتان قال موقع ترون ما هو الشعر ما على كل حال بعضهم والله بعض الأبيات يجيك وأنت في لجة مجلس تكتبه ولا يطري عليك ولا تركبه الناس الشعر يختلفون بعضهم واحد يقول والله ما أكتب القصيدة إلا لمسك خط الحال وبعضهم يقول إذا قمت من النوم على طول يبدأ في القصيدة واحد يقول كيف أصير شاعر يا أخي أرفع الشاشة فوق لا أفضل القصيد اللي يجي في موقف اللي يجي أنا ما ودي لا أرتاح لكم زيادة على بعض المواضيع بعض القصائد المواقف لكن ممكن في الأيام القادمة نعم الشعر موهبة الشعر ترى مادة حساسة يا اخوان ترى مو بالشيء البسيط انك تكون تحت المجهر تصرفاتك وحتى كلامك الناس تلقاهم كلهم يستمعون لك قد زل بكلمة انت غلطة الشاعر مثل غلطة الشاطر حسوبه بعشر غلطات وبعض المواضيع تطرقها الشعراء بعضهم
يجلب قصيدة وينشرها وتغادي نقمة عليه، وبعضهم الله رازقه من ذا القصيد، والدعوة وفق إلى الله، وفق الواحد ما به إلا توفيق الله. الرزق من الله. الشعر مثل أصنبة، مثل السلعة، والساحة والجمهور يعتبرون في سوق، وكل شاعر يعرض سلعته على، وكل سوق فيه سلعة على قد الزبون حسب قيمة مشتريها يحدد سوقها. فيه ناس هالصنف ما يرغبون إلا الغالي، ويعرفون الرخيص العادي، وكل له زبنه، حتى العادي له زبنه وله محبين وله. والله عجبني سؤال واحد هنا، راسلني على الخاص وعلمك وش كان اسمي في البلاك بيري. أنا لحقت على آخر أيام البلاك بيري، ماني مع الناس الأولي. هذا سؤال شاطح، واضح إنه مخضرم. لا ماني برايح الكويت، ما غير شنيا. ألتزم والله في الرياض. سواقك المطبخ. في واحد أرسل لي رابط شيله، قلت له نازله هو. يبيك تسمعها الجمهور اللي في البيت. رابط موهبة موهبة، في بعضهم سر، لكن الموهبة اللي تفضلت نفسها. كان اسمي طويل يا اخوان، بلاك بيري، لا مو بلقب، جملة. يا ما غنى القصيد وقبلت واعجبين، من وقف عند حسنك تكل يرتجل، ضاع عقلي من العين نظرتك وعت صايد اللي نسب روحه، عزمت وغني قلب هاي الدين، واشتقت عسى وقال عنك ليل بكل خلوة
انت يا رق واحنا واجمل الحاضرين فيك زين ودلال وكبرياء وخجل ومشيتك وقفتي والعروض جالسين قلت القلب من العيون النجيل وانا عيني وشوف على الصعيد انت يا اخوان يا بعض التعليقات اني احرص دائما على البث انه يجيني اني اضحك من الله يا اخوان سبحان الله العقليات تختلف والعقل وهبه وهاي بن يوزعها العزيز الحكيم سبحان لا ما يبقى له كومنت يا اخوان الكومنت عندي وش هو باحلام العصر ولا هو باحلام اليقظه ولا ما ادري وش في كوكب ثاني في عالم ثاني واحد يقول لو ان خاو عبد الله الحربي جوه مو بشعر بينزل حي محمد مشهر عندي من قريب اقدر اشكته لا مو الشباب اللي وراكم كل واحد على جباله محمد مشهر وقف 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 السلام عليكم في معك شكرا كان بشتري الاخوان اللي وراه اشتري له ذكر الله شكرا الله يا اخوي مو بشراك شغل معك دش راسك شغل لنا شيء لا راح ارقد خلاص احنا قفلنا بسالفة البرنامج والأسئلة اللي على البرنامج توقع احنا اشبعنا الموضوع صح؟
حسب على زاد اخوان هذا واحد من اخوان عنده ملف في والله تدري وقتها زين ما عجبكم زين ما عجبكم يا ترى والله يوفق جماعكم يا وله تجي المدين ما فيك ومن تسبب لي ارتجاع هلا يا الله يلي تحت هيبة سلطنتك سلم ليت المسلم سبح محمد عبدك بسلام هلا يا الله يلي تحت هيبة سلطنتك سلم كل مسلم سبح محمد عبدك وعندك عشق الكوثني عليك ايوه بالضبط اسمع كلام ابوك خليك مختار ولدك الفجر حجاج مسافر الله يحفظه ولا كان جاك مقوم صح ومن عينون وانا عاين ولا اهتك يا النديم اللي على صافي وغاك ظلم صفحة ذكريات العام واللي من ورا العام وذاك ضربت بصفحة ذكريات العام واللي من ورا العام لا راكدين صالحكم لو أغني بصوتي يا أخوان بتحذفون الجاكو ما أنتم ملغين المتابعة بتحذفونه من الجوال لذلك نصيحة أنصحكم والله عندي تجربة واحدة دخلنا البرنامج رحنا للاستديو سوي كلمات لاسم الجميع والنسخة
راح العيال اللي صوتهم زين سجلوا باقي بيت العيال باقيين بيجوا بكره قالوا يلا شيل شيل بصوتك يا الربع صوتي مو بزين قال لا ما قصر الاستديو لا ما خلصت سوالف لكن لكل مقام مقال عند بدل ما اسكن بريكس فرجة يقول سوالف تجيب السوالف هذا رأيكم سالفة ما بدون موضوع ولا جلها طاري لا مي براد وابه محمد بشر من راح ما عاقبه انا داري اني بيعاقب اللي هو براد ترى الواحد الهدار يقول له لا عند الحد مع انه مطلوب الشيء ذا في البثوث ان الواحد لازم يكون لكن خلوها تجي اي ما يصير بغرس على قولتها الجنوب هدره نعم تجي عفويه وتجي منها افضل اني اروح اجهز يعني سكريبت وش بقول اليوم في البث ما تصح نعم 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 صحيح محمد مسفر الله اللي انا بقول الله يصبرها الحبس والله نعم على أجر لو أني أخله طلعت من البيت استأجرت شقة برا والله السؤال عن الطيور واجدة وأنا من عادني صغير وانا اروح مع خوالي صقيقين واذكر وانا في الابتدائي كان الوالد عنده طير وحاط له محل في سور البيت لكن ما طور سنه الظاهر وكنسل وعقب ما كبرنا متوسط والثانوي خوالي صقيقين واروح معهم داي اكثر الوقت معهم جا مره واحد من خوالي عنده ثلاث طيور وعنده موتر بالطيور قال اسمع إلى أنا بروح عندي مراجع حمل الديرة هذا مفتاح الموتر خذ الطيور وطلع بها برا الديرة وعشها بدون دعوة وبدون شيء وموتر للمقناص يعني وطافذها ويروح معي اثنين مقرع وأنا زعيم العصابة نعشي الأول نزلناها في الأرض عشنا الأول الثاني وجاء الثالث قلت يا شباب من اللي بيروح يهده علي أنا بدعيه وأنتو وأنا صغير ذاك الحين بأخذ الملواح وحط فيه حمامة حية والطير خابر طبع زين ويروح واحد من العيال على الموتر ويهد علي وانا صوت له والوح له الطير جاني مع القاع ما شفته الرجال قايل له لا اقبل علي الطير اشر لي بالنور ادري انه ما علمه خذيت انا ماسك من الخيط اللي فيه الحمام الخيط يوم انفلت من يدي اثر الطير جاني مع القاع ما شفته وخم الحمامه بخيطها نبغي فيه نبغي نقبضه قال لا ما تقبضون المهم كل ما قربت منه طار وانا ذاك الحين صغير وفي راسي خالي ذا الحين لا ادري وش بيسوي الين غابت الشمس ما قبضنا كل ما جينا طار الين كل الحمامه كامله وتعشى
طير اتعشى خلاص اقطع الياس منه ما عاد بجاي. المهم مخليه نوكد محله لين غابت الشمس ودرينا انه بيمشي في محل ونعود. يوم جاء عقب العشاء اللي خالي جاي احسب انه بيضربني ولا بيذبحني. قال بشي قال اصبحنا نداري ومحله وتقال اصبحنا رحنا عيناه وجاء. قالت مصيبتي والله ما جاني النوم صلينا الفجر اللي مقوم الناس راح نجي له في محل طير مبروك صوت له الملوح يجينا ونقبضه. يوم قبضناه ربطناه في ربطناه في وكر والله العظيم كني كاسب من الدنيا كلها والله مسؤوليه الطير غالي خليته يمشي خلا ايه والماك فايده الطير قبضناه بالليل. طيب حسبنا بيقول لي شيء ولا انا صغير وجاهل لكن ذي هو قايل لي منبهني لا تدعي شيء مهم عشها بس السنة اللي فيني لا خالي بالجماعة ايه انا ناس ينسبون انساب المتسابقين كل واحد يحط يلزونه على قبيله هي فيها حركة شوي لا حب الاستطلاع هذا حب القيادة اثنين معي واحد يشيل الطيور واحد يروح يهد عليه وانا بادعيه بل فيه هي الخيط اللي معي انا ما دريت الطير جاني الطير سبوه سريع وجاني مع القاع ما تشوفه ما تشوفه بالعين المجردة خمها من يدي ما رأيت عندك فاهم لا هو باللي جاب الطير في القناة ولا هو باللي كلمني في المطبخ الأصغر من اللي كلمني وأكبر من اللي جاب الطير واحد من عياله يشوفه دائما يعلق عندي فيه عنده طير يا ذلك اطلاع بسيط يعني الثر الواضح بعرفه لكن يقول يا اخوان انا ماني دكتور نفسي ولا لي مصلحة اجتماعي ولا بعض الأشياء ما لها لزوم هنا يعني. قلوا لي علق الطرح يكون اصلا مسار الهجره للدور بشكل عام اول ما تجي الساحل لها تجي مع البحر وهي اصلا هجرتها ليش؟ تكون في اماكن بارده ويجيها الثلج هناك تجيك تبي الاماكن اللي فيها الدفء وفيها الاكل ولا هناك كل شيء يوقف ثلج وتجي هنا الربع مستعدين على الساحل كل واحد بشبكته وعلى المزاد ولا اتوقع ما في غير الخليج يعني معروفه بالسكاره والهوايه وسوقها ماشي بين الحكام الله يطول عمارهم الى باقي الشعب كل واحد يحب هذه الهوايه وهي حكام الخليج الله يعزهم ما يقلط في مجالسهم الا الحراره والشكر. وانا مسميها هوايه النبلاء. بينهم عرف وبينهم اشياء في المقناص ما تشوفها الا عند الصقاقير. تعين واحد ماخذ له اجازه
ومجهز موتره ومشتري له طير غالي عشان ذا الحبارة ومتعب الروح الموسم كله إلى عينوها تشيّم منها. يوم بغطس يقول أول ما يطري للربوع التشيّام قام قال فلان الهدد من صوبك والله ما يجيني أنت اللي تهدى الحبارة. وهو ولو أنه غير كان قال لا أنا شاري طير غالي وخلي النهالي عشان ذا الحبارة بهد عليها. هذا عرف بين هالطيور. وبعدين الهدية إلى أحد أحد تعب طيره ولا مرض ولا ضاع قلط عليه وهداه طيره الغالي. من أغلى الهدايا الحين الحكام يهدون بعض الطيور. يوم ابن فطيس يقول أشقر من هديه أبو مشعل النايف وابن عون قصايده وايده في الأمير نايف والأمير محمد. ويقول يقول مشبته يعطي عليه البشارة اي نعم ابوه تين اهدى الملك صقر من اندر الصقور في العالم. اصلا الطيور الطيبه تجي من روسيا ومن منغوليا ومن سيبيريا. والله الطيور مثل باقي السلع فيها غالي فيها رخيص. لا فيها يسمونها مواكر في المملكة معروفة. وعقب ما سوى نادي الصقور الله يبيض وجيههم اللي قايمين عليه راحوا للمواكر هذه وهدوا فيها صقور عشان تعيد للإنتاج ومنعوا المقناص في المناطق دي محمية. وأشوف مقاطعهم لا أمر صغير. الفرخ غلا نوع الحين فرخ الشهيد تشوفونها في المزاد الحين بهذه الصقور إذا قرنست وقدها بكر يقل سعرها وصلا تضعف حتى أداها في المقناص. الفرخ يجيك الفرخ اللي يجيك عابر يجيك قوي وسريع وشرس. أكيد الهدد والمقناص في الشتاء القيض كله الطير يكون مربوط في مقيض لأنه يبدل ريشة وقت المقيض يحطونها في مرابط الحين موجودة اللي فيها تكييف وفيها هدد بعضها مربوط يقومون بتغذيته خلال موسم القيض كله. يقوموا إيش على اثنين من الصقاقير السعودية يقول واحد أنا مر بيت رفيقه إلا موتره واقف جمس جديد قال راعي الموتر ما قنص الزمان ويزين قصيده ويرسلها مع واحد يقال له صحن ويعطيه إياه. يوم تعشى وعطاه إياه وطلع لنا قصيده يقول الجمس يا غازي يبي له مشاوير ما يقدر لو طولت وقفت له أصلاً. يقول لي المظاهر غير يقول وينك ما قنصت وذا يقول ماخذ لي 60 ليل وتبغى عادك تبغى تعرضني الشتاء يا ابن غنيم الظاهر. يقول واسوي قصيده واخليها الين جا القيض عشان يجي لي حجه عليه ويرد عليه قال حييت يا الخط من شوق البنية القناديل
سعد عشير اللي رموشه مظله يومك تقول الجمس يبغي يطير العج تطير لما بعد المشتاق من شوف خله ستين ليل الغدا فيش يقول والنير يا زين والله يا سعد قنصت له واليوم جاك القيض اليوم جاك الصيف فيش يقول والمعاصير والقيض عقبه يا سعد مردف له احرص على طيرك واحرص على السير وكثر عليه البيض في مربط الله حتى يزل القيض كله على خير ونجم السويبع يظهر الفجر كله وعساك هاك اليوم مالك عواثير بجاه من نسجد ونركع ارضله راح فيها قال اثرك تعلم بالصقارة الصقاقير العرف ما يعرض على عارف الف يقولون يعلق الرب اعتبر انكم تستمعون للرادو لا تعيده ولا تقدر ضابطك رايح البيت وين رايح ولا هجن كذلك الله يسامحك بس رايب كل خاصة غير الموجة هالهج محمد لو معك هم طق راس جعلت ابكيك ابشر ابشر يقول عيوني على القمة وسير الخطا قدام ولا افكر منه يدور على الزلة قوي العزومة رافقه واسفه النمام سلامي على اللي ينقل الحمل ويشله ولا اخذ مشورة فاشل جاه للنمام وهو غير اللي يعقد الراي ويحله نعيش بحياتنا قبل نخانة الحكام حكم عزة الهيبة تجرع طعم ذله مثل من حكم بغداد بالعزم والاقدام وشعبه تخلى عنه ما برد وغله ضحى العيد ضحى وبه وقفى حكم صدام ومنه العرب دايم حزانة ومعتله وترى معمر الليبي تدهور مع الايام وخليه مشرد تايهن ما حد اندله وفلسطين شابت كل عام وراها اعوام وانا من قبضة العلم والقدس محتلة تتالى الدول وعصور ما حد عليها دام ويفنى جميع الخلق في الكون ذا كله ولا هو باقي يكون خلاقنا العلام وحيد ما يهمل واحد ان كان يمهله سؤال سبحان واضح يا اخوان ولا في قطة ولا شيء والله مكبسين كلنا على راحته الله يبيض وجهك هذا ان شاء الله فعل الخير وشو بس علموني شو بيسوي شو حاسبت
سجل للرياض. أحب أشكرهم صراحة، الإخوان اللي نبهوني بعد. في ناس يطري عليهم الخبز والمقلب قبل كل شيء. صور لا يكتب ود. وشو؟ والله الرجال اللي كل رجال قلبه صاحي وعقله كذلك يعرف الرجال اللي يقدره ويحبه، يعرف الرجال اللي خلوا وياك. تخطي يده رجله، يده ذي لو يكتب بها جبت على شعر. مرحلة الجامعة طبعا. علق ها يا اخوان يعلق ولا اذا ضبط علموني، بس ذكروني بالقصيده اللي عشان الرجال اللي يقولها حصري. والله البنت ودي اني رايح لها ايام، لكن ما ودي اجيها وانا عجل. حميد هذا اللي احنا يوم تعطلنا من دون الحزن. وش العلم؟ اللي قلت جبت العلم اي علم؟ وش عندك يا ابو العلوم؟ فايف جي وفل وين يا عم؟ البحر يقول كل ما قالوا نبي منك المزيد كني اللي ما وصل غاية مناه، واتشافى بالمثايل والقصيد والنشيد اللي رفيع مستواه. ولا أنا كني خلوي وحيد والشعر ما عاد شد الانتباه،
في زمان انشاهن الراس البليد والعفيف الدرب ما عيد واه ليثني في مهما خال وحيد قافر ما هو يدله من بغاه في مكان فيه نبت وفيه صيد يشرح صدري لعديت النباه مبعد من جيل حصري والجديد والزمان اللي مذوقنا عناه ذا زمان كل مسيود وسيد ما حد منهم ضمن طوق النجاح والنجاح بطاعة الرب المجيد واتباع الحق بالشرع وصلاح سلامتك الله يعزك يا رهن على ورحب صرت وين مرت هذا اللي لا جاء درى العرب انه جاء مكبسين ايش وضعهم انت فاتحين على البيت كبس وراكم شيء يا اخوان فيه جوله رسميه بيني وبين محمد مسفر ومن سافره أن فزت عليه في الجولة يسفرني على حسابه وأن العكس أنا اللي يسفره بعلمكم بها في السناب إن شاء الله أبغي أبو سنن تركيب يوديني محفول مكفول والسفرة بتكون إن شاء الله الأسبوع ذا بإذن الله أول شيء أبغى أعطيه على البضم في الجولة ويسفرني غصب على الخشب لكن وش الوقت المناسب للتحدي جولة ايه انا وياه الحامي والله يصبرني لكن ابغى اروح خليه الله لا يهينه وش يتكفل بالسفره لانه يلزمنا سفره يا اخوان والله عقب الثلاث شهور ذي لازم نروح رحله كذا على كيف بدون التزام باي شيء بروح أقمع قمع بس أنا وياه الحنة خارج الدولة والله اللي بيجي قمع إيه بنروح الدولة إن شاء الله فيها بحر أنا والوجه الودر محمد مسفر روح الدولة من ثلاث حروف خلوني أفوز عليه بس وزهلوه متخيلين يا اخوان ان خلال 90 يوم اني ارقد وانا اشوف وجهه واذا قمت اول ما اشوف وجهه انا بحاول ان ادور قبول لمحمد خارج الدوله لاني عجز وانا ادور في الدوله ايه يمكن احصل له ان شاء الله يبقى راح ادور له قبول الله يعيني نسافر برا ندور له قبول لو نجيب له قبول من روسيا انا مستعد
إيه دول الخليج كلها قد جيت ولا هو على مرة واجد كلها جيتها مرات عديدة. وش بيجي فيها قمع؟ والله بيجي فيها جدول. إذا ضمنت إني أبعدت من الدولة خلاص قدرت أروي الشغل. أول شيء باخذ تصريح من أبو هادي، أبوه الله يطول عمره، وهو ما عنده مشكلة. أنا متأكد هل ما يقول له فكت فيه، لذلك ما مخليه يروح معي إلا ورقة موقعها من شوف وقتها. شو أنا ما أكذب عليك، والله فيه كسيرات تعجبني، اسمي بايد سلبيات أكثر من إيجابيات، وظلم تشينا. سيف فاتح بث يا اللي جبت الخبر. شلون أرسل له دعوة؟ عبد الله الساعة اللي جايبها ارحم. وشو؟ جاك علم. سعود الله وجهه اللي علم. استغفر اول شيء متدعي عليه ليه؟ انا استغفر. لا قول له يلا، انا اول ما فتحت البث قلت في ذمتكم ما حد يعلم احد. لا منصور عندكم ده. منصور عندك في البث. سعود الله لحيتك يا منصور. اسمع الله يحييهم. سلامات يا ولد. الله يسلمكم، عزومنا بداك. جالك ما تشوف شر، وصلني خبر. نبى قلبك. لا والله متقروش مع الدوام، والله ما لقيت فرصه ورب البيت. يا مرحبا بك. الله يبارك. اسمع والله العظيم ان تخبر اللي يروحون عياله يقولون يسلم عليكم الشاي ويعتذر. اقول اللي حضر يسد الحفل. عرب كان بصدته. اوه والله يا ابو بطي، والله ما قصرنا لن اقسم بالله. عد ما شاء الله تبارك الله، عدد مهول اللي راح. ما شاء الله ابو عواد صراحه يستاهل، وربعه هذه عوايدهم انا خابرهم الظفران اللي صار عندهم مناسبه ازال انهم يجملون ويتجملون. تكفى انت ما شفت المقلب في فيصل علمان؟ لا هو صاحي من النوم ودق عليه سلام ابو علمان علومك طيب قال بخير. قلت ابو علمان اللي الساعه والورد اللي مرسلها ومكتوب سيوف احبك انت مرسلها؟ قال لي انا مسويها السوشيال ميديا يبي لها ضحك وطقطقه. ويبت ابو علمان. لكن دقيقه انا باقي العيال، ودي تكون معي على الهواء مباشر. اصبر خلني ادق على حشر. بيض الله وجيههم وجيه السعد. هذا وانت ناوي جاوا علموني يعني ما خلا منهم. حشر اكبر كذاب في الدنيا ترى. ايه دقيت على عبد الله سمعت يا من شتته؟ قال لا اللي مرسله لك فلاح، يعطي الجوال فلاح. والله شوف لو انك دقيت علي والله لاجحدك. والله في ذمتك. والله اني اقول لا ارسلتها ولا هو بصادق يكذب. يا رخمه. لا ماني برخمه، انا ماني بكذاب. رخمه. والله العظيم اني اعد الصدق. تخليني في الموقف الحرج. وش الموقف الحرج؟ هدية ترى تطردني من البيت. لا ما هي بطالة تتكلم والله. خاطرتك انك ما حد معطيك هدية ولا حد يبي يشوفك اصلا. والله اني اديني هدايا ما اصورك. انا اول شيء اسمع بعدين انت ما انت براعي السوالف ذي ولا وش اللي خلاك ايش طرها عليك؟ لاني مبطي منكم قلت خلني احارشكم شوي. تبي تشوف اخوي اخوه ما هي بكذا يا ابو يعني شوف الحمد لله اني ما صدمت فيك يا مري. لا انا كان اثبت لك اني رجل لست بكاذب، ما عهدتوني هكذا. عز الله ما انت بكاذب لكن بتفزع. يا
انا يمكن لما اخرجها مخرج ثاني، لكن زي عبد الواحد، عبد الواحد ما يكذب. ابو مانع لبى روحك انت علومك بخير. صوتك بعيد يا قلبي. ايش صوتك بعيد؟ انا في البيت، في البيت والجوال سبيكر ما عندك، حتى انا اهلي يسمعونك. الله يسعدك. اقول الساعة والورد وسيوف احبك، انت اللي مرسلها للبيت صح؟ ايوه. الله يجعلني فداك، الله لا يهينك ويجعلها من اليسر يا ابو مانع. يا جاني دا وجهك، جاني فداك. وين امداك ترسل وانت جاي من الديرة؟ والله اني ما ادري وش اقول لك، جاني والله فداك وخيرك سابق. جعل والديك الجنة. ابشر بالعوض يا ابو مانع، ابشر بالعوض. استاهل تستاهل، بديت وجهك. جاني فداك، ما ودي اطول عليك، بس ودي اذا ما عليك امر عشان بس اقطع الشك باليقين. وش لون الساعة اللي جبتها لي؟ الساعة؟ اي انا جايب ساعة وورد. والله مدري، انا موصي المندوب وجابها لك. غير اسمع، انا ترى والله مشغول. لا لا خذ راحتك، خذ راحتك، الله يحفظ. الله لا يهينك ابو مانع. الله يهينك. السلام عليكم ابو مانع. الله يحفظك، الله يحفظك. 6-9 مرحبا بك. صهر صهر. يا ابو مانع احبه، احب ابو مانع. لو تقول بنروح للديره صد رد قالت هم. ايه اعطاني مع اهلي مشغول. دقيقة. ايه سلطان، سلطان دقيقة. ارحب يا سيوف، بيقولها ارحب. توك تاني ابو بطي. لبيك بعنك ما وقفنا نقطة الايام راسك. انا اقول بس والله. ها وش انت اسمعنا من رجال كذاك حاط ميوت انت زين. هذا من هو اللي كلمت قبل شوي اعطاك على فايز سايق هجر؟ ايه والله. دقيقه خلينا نشوف واحد من هنا. واحد ما يتفاهم. حط ميوت، حط ميوت. سمعت نص الرقم. المشكلة الشريحة في جوالي ذا، ولا كان بدق علي الاتصال يردون اتصال سناب. اغلبهم ما بحط اشعارات. ارحب يا ابو ثقل. ارحب يا قلبي علومك. الله يابك وينك؟ جعلني فداك، انا في البيت والجوال سبيكر يا سلطون. طيب وين بتروح؟ لبيك، ماني برايح انا ذا الحين بنشدك. انا في البيت والجوال سبيكر. من قال سالم الساعه والورد وسيوف احبك، انت اللي مرسلها صح؟ اي. الله يجعلني فداك يا سلطون. هذا وانت ما صرفت الشيك باقي. الله لا يهينك وابشر بالعوض. راسك يجعلني فداك. لو تسوي لك ما بدك حقك يا ابو سلوط. يجعلني فداك والله. وسلوط يقول البلاي ستيشن. قلت يا ابوك الساعه تكفي. قل له ما بعد صرف الشيك. ما عليه، يجعلني فداك. اسمع لبيت منى علشان بس هل يدرون اني ماني بكذب؟ اخوياي ما يكذبون. الساعة اللي جبتها لي وشلونها؟ الساعة اللي جبتها لك؟ ايه ما انا معلبك شلونها؟ يعني انا دلخنت ذا الدرجة؟ ليه؟ يا اخي سؤالك كذب. انا يا اخوي ابلشوني يقولون مرسلتها لك بنت ما ادري وش يقولون. لا علي الطلاق، اني متملت، علي متملت ما دخلت على علي الطلاق امرك فيه. يعني مرسلت. لا هي الو لبيت منى. اقول انت قطع الصوت. ترى الاختيار اختيار ابو كايد مو باختياري. ابو كايد اللي مختارها. الله، هذا اجعلها في ذمته. اي والله سلطوني، انا فاتح بث الله يلعن. الله يجعل في قلبه.
أنت لخمتني. سلطان ليه؟ سلطان ليه؟ ما تعوق حيك أنا. حي عينك. إيه هذا الكلام يا صلوط. اسمع بدون حلف يا سلطان، بدون حلف. اسمع انت شلت هم ان يخرب بيتي علشان هدية. ايوه هدية قلت ابوك هايد اللي مختاره. الله يلعنك انت ابوك هايد. والله العظيم آه يا سلطان احبك جدا يا ابو ثقل احبك. ليه؟ وينك فين؟ نبي نروح. لا لا ماني بصوبك، ماني بصوبك. اسمع اسمع شوي بكلمك الله يلا. في محلات واجد، روح دور لك محل بس وارسل لي لوكيشن. لا 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 تروح واجد، اضرب صوبك. اتوقع ووك فاتح و والله اني ما ادري. برسل لك برسل لك انا صدعت وخر. يوم قلت اللون وش ابو كايد اللي جايبها. فايز ما ادري الحين ايش اخبارك، ودنا نتقابل. حياك والله وجهك يا راعي. بدري بدري انا شو اسمه ترى لي قبل شوي الاتصال مقلق. الله لا يهينك ابو مانع لب والله قلبك. الدعوه دقيقه متى فتحت جوله هنا؟ لا لا ان شاء الله تصحى تصحى. اذا جاك جاني وانا مشغول توكل على الله. تبيني انفذ؟ لا لا اي بتنفذ. مو بتنفذ اكمامك، تنفذ الحكم. لا لا شو تبوني اكمل ايش اسمه اللي فاضل اخوياك على البث المباشر تطلعهم كذابين وحركاتهم ما تصلح. الله يهديك ابو سلطان. بس تبوني اكمل هذه ما هي فزعه هذه. تبوني اكمل اتصالات ايش اسمه اقلبوا عليه السكور. دقيقه ما اللي باقي محمد السر خلصت. ترى اذا فاز عبد الله بوقف. لا لا خلاص اخوي. لا باقي اثنين. الله وجهك يا رهن. الله يعزك. انا داعمك. من هو؟ خلني اتفاهم معه. من هو اللي داعمك؟ بعدين جايني على حين غره. فايز يقول مقلب وين؟ توه يستوعب. عبد الله جاي الرياض. اقول جاي لك يا ياب. معلق يا ولد. لبيه ما معلق عندك. انا اموري زينه. ايوه حط الصامه سلام. حول الكوب يا ابو سلطان. عيوني ما نبتبهت بعد تالي ذا الليل. سالم الغامدي انا شو ابهت المبوتي. والله وجهك يا رهن. الله يعيشك. انت ولا يدعم كذا رعد. رعد ذا لازم تعرف عليه. شجر رهن. رهن رهن هذا رهن. الله يعزه بيض الله وجهه على الدعم. هذا هو هذا رهن. هذا هو رهن. هلا وانه ملك وش بيصير عشان احكمك اشكالك. سمعت اشكالك. شكلك سبيت انت. تعال تعال نفذ نفذ يا سامي. تعال ابشر ابشر بجيك. خلني اخلص يا قلبو. ريان مع من يا عيال؟ ايه ريان مع من؟ هو المطوع عبد الواحد وعبد الله. يا اخوان والله انه 5G فل ابراج. واقفين في محطة.
رهان الحكم عندك، عطنا حكم من حكم ابو سلطان. عبد الله شكله في بث صح؟ ما ادري والله الحربي. مطوع كلمته؟ دقيت على عبد الواحد، قلت عبد الواحد انت مرسل لي، قال لا فلاح، وينطل الجوال على فلاح ويلقطها ذيبان، قال لي انا اللي جاي. يا ليتك دقن علي. لا صدقني ما انت مخليني في الموقف الحرج يا رفيدي. هذا مو موقف حرج، بالعكس هذا يظهرك على حقيقة. ما تعقب، حط ميوت بسرعة. ارحب يا ابو مسفر. ابو مسفر حمودي علومك. والله بخير، والله على الطلاق اني اصوبك. ما علي معذور يا قلبي، انا في البيت، انا في البيت والجوال سبيكر. حلو علومك طيب. والله بخير نحمد الله. يا ولد الورد والساعة وسيوف احبك، ما هو انت اللي مرسلها ابو مسفر؟ سيقا دق علي قليل الادب الوبيدي. شنار طلع معك، الله يلعنك انت وشنار. الله شنار، الله يخفي شنبك. شلونك ناشدني معلمك ان كلهم مع بعض؟ وش ذا النسخه اللي كلكم مع بعض؟ ها؟ حمودي كلهم مع بعض الا انت. لبى اربيزك والله. اوه تصور انت وشنار. طيب دقوا علي اجي اصور معكم. انتوا في الحفر. انقل عشانار يا حقير يا شنار. شنار زعل. محمد بما اني احبك جدا، اتمنى ما عاد تمشي مع هذه الاشكال. يلا باي. يلا شنار وتفتح. لبى يا عبود بنفذ، خلني انفذ عشان اكمل. يلا وش امرني. فصفص انت مروق خلاص نكمل صح؟ لا بحكمك. حداك هذا من؟ هذا يومك صغير. لا هذا سلطان. صلحه. جزاك الله خير يا قلبو. اسمع. عيوني لبيه. ابي خاطر. اسمع ودينا. علمني. أبي عنوان البيت، برسل هدية للبيت. الظاهر أنه تجي صد. أنت والله يا جماعة والله ما تعرفونه، هذا ما هو لا هذا ينفذ. أسمع، أنا لو أني من جمهورك تدري وش بجيب لك؟ كرتون آيس تي أحطه عند الباب. افكر في حكم. يقول شكل المقلب تلميح، هاي بهديه. انا ترى جتني هديه، ترى بصورها وانا احطها في الزباله من الاخر. كيف ويلك عليها؟ مناحي اعطاني مشغول، شكله راقد. انا ناوي العب على ثقيل. تدري اللي شهر اصلا ما كلمته، ادق عليه اسوي مقلب. عبد الله العتيبي تراه ذميم. لا ذميم مدح ولا سبه؟ لا ذميم سبه يا غبي. مناحي فاتح بث. يلا بدر. انا ما ادق عليه. ايش اخوي انا خلصها بسرعه. اسمع. دق على ابو رحمه. اي والله الرزقي يلا. رزق والله اني اشهد معك. تميمة شين. ابو رحمة والله اني اقوم من النوم.
اللي صفاته ذميمة اللي فيه يعني في أشياء مذمومة. بيقوم من النوم بيشهد معي بيرجع يربط. حط ميض. شكله راقد الشاي. راقد راقد رجعنا شغل الصباح. أخذ لي قرشة موية كبها على راسك أبو سلطان. والله عبد الله الحربي مرسل لي. شوف. في صغير وكبير. الكبير. الكبير ترى فيه نص مقلبته. يستاهل. وعنبه حتى هو نص أكثر من الصغير. اسمع بيصفقني المكيف أنا أخوك. طيب. أنت واقف. لا في السيارة كيف واقف؟ ليه يا أبوي؟ ما سالم جديع أنا. يعني الموتر واقف. إيه الموتر واقف. افتح الباب واركب مع الباب اليمين على السواق. دب ما ينفع. طيب مرة واحدة صح؟ ايه مرة واحدة. الله يدعني فداك. اخذ الجوال معي. بس ها؟ اخذ الجوال عشان ما نشوف مناظر غير لائقة. لا وين؟ في امريكا انا. شاف ولدي اسمه معاذ. الله يوفقك. هلا والله ابو عواد. علومك يا قلبي. على عجالة جعني فداك انا مستعجل. ها شو اسمه انا في البيت والجوال على سبيكر زين. اسلم. من قال سالم. الساعة والورد والكرت اللي مكتوب عليه سيوف احبك انت اللي مرسله يا ابو عواد. نعم. الله لا يهينك هذا وانا ما وصلت وترسل لي. يا حبيبي الله يجعلني فداك يا ابو عواد ابشر بالعوض. تبشر بالجنه وانت تستاهل. لا جيت الرياض ابشر بالهديه يا بعد قلبي. جعلني فداك ابو عواد بس علشان بس اقطع الشك باليقين. وشلون الورد اللي جبته لي؟ اقبها عاد انطلقت من عام 8. انت تسال لا تسالوا على اشياء انت بدون فلوس. ايوه الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. موفقك. الله لا يهينك ابشر بالعوض ابو عواد. ها تراك على البث يا كذاب. في ذمتك. ليه يا ابو عواد؟ ليه وصلت لهالمرحله؟ أفا يا ابو عواد. لا كذاب. اسمع اسمع ايش تقول والله انه على البث. ابو عواد احسبك والله حسيبك رجال حافظ القران ورجال مدي. الكذب للمصلحة بالشرع يجوز. اعطاك مخرج. ابوه مطوع بدري عليه. الله اكبر. اسمع فتاوي جاك وهذه فتاوي ما تجيك الا في البيت. والله يسلط عليكم اثنين. ليه ابراهيم ابراهيم قل لا 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 سلط علي الحال هذا ماني شغل. اسلم اسلم. خلني اكمل. ابو عواد انا ماسك خط والرجال اللي مقلبك انا مالي شغل. اسمع يا ابو فيه خلني اكمل كلام. انا اقول له هو الرجال سالني وقلت من باب المصلحه يجوز. نعم الله يرضى عليك ويرحم والديك يا ابراهيم. وكلام النبي والقران. الله يجعل والديك في الجنه وابشر بالعوض. والله لك هديه عندي يا ابو عواد. وفقكم الله وسلمون على اللي عندي. يا ابلغ جعلني فداك الله يحفظك. سلط عليك يا شيخ. قفل. من الاخر عطاك في الدين بعدين دعا عليك وطلع. والله. هذا ما يرد. سلطان فجعة سلطان غير نطلع على بوكايد على طول. حلايف وطلاقات كان علمتوني انه مناح يبث يا جماعة. والله يهديكم. والله ما ودي ادق عليه بعد البطا ذا كله علشان مقلب. الواد عاني راقد صدقوني. سالم جديع. سالم اول واحد دقيت عليه هو نايف الاغبياء. كل واحد منهم يعطي لون. قلت جايني جوال هديه ورد صح منك يا سالم؟ قال نايف لا لا مني انا. قلت طيب وش لونه؟ قال ازرق اسود بني 18 لون. حتى لو انهم صادقين ما اللي باقي. اوه باقي البيج بوس. وينه وينه وينه؟ اي والله وين راح؟ اي على انا ذا توقع مان عبود. مان تدعاني سند.
يا جماعة عبد الله الحربي نايف اليامي هذول قبل شوي شافوني في البيت أول ما دخلت طالبيني جولة. طلبت هنا شيء؟ وش؟ أما ناصر غارق يسميه درس اللي جيت. بسرعة ونفذ لأني بحول أطلب لي طلب. يلا يلا تم تم تم. أنزل وأركب. إيه بسرعة ها؟ أثبت الجوال صح؟ إيه. خلنا نفتح الباب الثاني عشان ما يقلب. شو تسوي شو تسوي؟ شو تسوي؟ ألو. اوه نسيت حلياني نسيت حلياني اوه الغبي مخ راقد كل عشرة زوجه العقل دقيقة الحمد لله ولا تعد ولا ندمت الله يضيق عليك توني والله اكتشف ان بيبان السيارة صغار اي والله لعدت تلعب معي لعدت تلعب معي انت لعبك يعود اسمع لا صدق لو دقيت عليك تفزع لي ولا تخليني كذا والله ما اقول الصدق قسما بالله ان اقول الصدق يا اخي انت ما... الله يهديك يا ما تزوي اقول الله يهديك يا اخي خويك حتى ما زال المرء يكذب حتى يكتب عند الله كذابه طيب اسمع الكذبه دي فيها انا وش فيني بيش اللي فيها اصبر دقيقه صارت انسمته ليه متوتر انت طيب ايش رايك تبي كسنت ولا لكسس ابي الستر يا اخي الله يهديك الله هذا اللي اقدر اقوله معقول هذول العيال كلهم بحاول اطلب لنا شيء من عبود جاينا بياض ايه مرحبا والله ما سهل الله يرحب اسمع اخوان دقائق بس واحد لبك لبك كم دبي اطلع اطلع انظف وجهك خلاص انت اللي اطلع انت اللي جاي يلا بجيك بجيك الله يرجعك انا اطلع ولا كيف لا لا خليك بجيك ابو سلطان ولا امه ما يمشي لبشته تقريبا هم خلصوا يا اخوان ايش قصدك انت في احد انت سمنع دقيقه شنبك ما قصدي صوتك مو بغريب عليك ما في احد اسلم اسلم ما في احد ايه انت مانع اعترف منصور انا الدباب اللي كنت عندك ارحم الله حيا ايش حالك طيب سلمك خير الله يعافيك خش شو المقالب القديمة تراك متأخر أنت المقالب تعرف المراهقة متأخرة صح الشمال هذا جوه والله إيه. مشكلة أنا بعد كم يوم أشتري كروهات وأروح مصر أنت أنت الشيخ فلاح نفس الجو لكن بالله بالله بغض النظر المقلب قريب قديم ولا جديد بالله تقييمك من اثنين من اثنين إيه؟ صفر لا انا زين اني قربتها عشان ما انصدم إيه؟ الا شوي يا مرحبا يا وطي الله يبقيك وعلومك خير بشرك طلبت من منصور طلبتكم عنده ذاك لا انت طلبت واحد برصد عبد الله والسلبس احنا نطلب منه رايد البكار هاي خذيت من ذا لا ليش ما جيت انت قبل راح اشتري عندك وش تبغون تفل انا حاد بدي 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 راعب نفس الشيء بس
اي والله يا رب كبسوا لكم ساعتين 195,000 ليه؟ والله 195,000 وانا 23,000 وما ودي لا تكبسون يا اخوان، راحة اصابعكم اهم من خذ راحتكم. صح انا صادق، انت ما تبغى البثير لك سبلور عشان كذا صح؟ عندي صوت، عندي صوت، أمون عندك غياب 3 أسابيع خصم من راتب، عندي صوت زين. وش 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 ذا النسخة اللي كل 6 مع بعض؟ وش ذا الطفش؟ ما عندك تمقلب كل واحد الحالة، لازم أفرقها. واحد فاهم غلط. دق على سعد يا اخوان، اللي تقولون اساميهم كلهم يا كلمتهم يا كانوا مع العيال اللي انا كلمتهم. اوكي سيف قميتهم كبسوا، يلا كبسوا كبسوا. اول شيء معلق يا كسار اشتغل وخر ايام جيت اشتغل. ليه معلق؟ صار الله معلق. يقولون كانوا معلق. كيف اجيب؟ اسمعني لبيك. شو عرفت هذا معلق ولا؟ الامور كويسة؟ اي الحين واضح. أرحب أرحبوا يا مرحبوا مسهلا. مرحبا يا أبو عبد المحسن. أرحبوا أرحبوا أرحب يا عبد الله، أرحب يا سيف. الله يبقيك يا مرحبا مسهلا. يلا حية الله يبقيكم. شكورك عساك طيب. خير يرجع لك طيب. مرحبا يا أهل الحفر. يا مرحبا خير يرجع لكم بخير سلام. أمور طيبة كل شيء زين، يسلمون عليكم. وش الاستقبال الزين وش الحفاوة الزينة وش ذا؟ والله ما نستغربها منهم، أجل الظهران وهالحفر كلهم. أنا أشهد أنا أشهد. يلا حبيبي سيف الله يبقيك يا عبد الله. سيف ما أسمع، هو معلق عندك؟ لا نصاب نصاب قد سواها مع واحد من الشباب وبان. نسمع صوتك يا تعبان، نسمع صوتك. والله في صوت أوكي. مسك ايه مره يا طلعور مشغل اغاني خفيف وابي ابي اسوي البث، يعني ابي اصرفهم احبهم ابي اصرفهم بس ما ابي اقول روحوا، فسوي نفسي ما عندي صوت يعني علق. قالوا ايه الاغاني واضحه، فهنا انا اكتشفت اني غبي. لا لا محشوم يا سيف. لا لا وقتها كنت غبي. علومكم استار والله علومكم ايش زين والله بخير. عبد الله سم سم الله عدوكم ان يسمع. وسالم شعورك يوم خذيتنا الجائزه بصراحه يا عبد الله؟ والله الحمد لله شعور طيب و مبسوط ومستانس. توقعتها؟ متوقع هنا واعتبرها طال عمرك يعني مثل قولت مرحلة وسجلها من ضمن الانجازات والنجاحات اللي قبلها واللي بيجي عقبها ان شاء الله. يا سلام. طيب انت تحس انك يا عبد الله سويت كل اللي عليك في البرنامج صراحة؟ من اي ناحية؟ يعني قدمت نفسي؟ انك قدمت نفسك. نعم قدمت نفسي بالشيء اللي اشوفه مناسب في وقته وباقي غيره. يا سلام. نعم انت والله تراك اضافه يا عبد الله. الله يطول عمرك، وانا صراحه والله استفدت اشياء وايده وتجربه حلوه. وش اهمها عبد الله؟
والله اهمها معرفه اللي مثلكم وشرواكم، شرواك الطير. الثاني في مجال الاعلام تعرفت على ناس ورجال، لو اني ما دخلت المنافسه ما كان عرفتهم ولا اجتمعتهم. سلام. وعلى رجال، لا رجال الدين ولا رجال الطب ولا رجال الاعمال ولا رجال الاعلام، كلهم عينتهم في المشاركه ذي البرنامج. حلو. والحمد لله على كل حال راضي، اللي الله كاتب اللي جاني والحمد لله رب العالمين، ومن جاء شيء يستاهله. نشهد. لا والله تشهد والله. ومثل ما قد قلت، اقول لك الدخول في البرامج المثل ذي بتوصلك للجمهور، واعتبرها انت انك بديت في السلم. يا سلام. وإذا ظهرت من البرنامج لما طلعت من السلم ولا قعدت انت في محلك؟ يا سلام. والبدايه الحقيقه انا رنها بعد البرنامج. تبي عصيرك معاه؟ انت اظن عندك النت، اظن عندك كنت ضعيف يا عبد الله. عبد الله قول اشهد. يعلق، انا ماسك خط يا ابو محسن ويعلق معي دايم. انت راجع للرياض؟ اي نعم. توقع وتكفى على الخط باذن الله ان شاء الله. يعيكم الله ما تشوفون شر. فايز توي يرسل لي يقول يا لعنه باس. من يقوله؟ فايز ما قلبته قبل شوي، توه الحين يدري. والله توي يدري. انا ودي ادخل معكم جوله لكن النت ما يشارك. لا خذ راحتك يا عبد الله لين ينزل النت، خذ راحتك. طيب باذن الله. الله يحفظك. السلام عليكم. مرحبا ومسهلا. مرحبا. والله انها علق يا اخوان، اود انها علق. لا 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 مقفل والامور طيبه. لا لا انتم يكفيني وجودكم. لا والله ما يبي، لكن انا واقفين ناخذ لنا شيء جاهز وعجل عشان انك تسمع يا وسعد. يلا بحظ فيه للخير تزويد، ومخالطه ريح النفل والشقارة، ويرزقني اللي لركضة تطوي البيد السابق اللي سبقها ما يجارة، ويرزقني اللي لركضة تطوي البيد السابق اللي سبقها ما يجارة، ما تشبه إلا الخيل ومذير الصيد في ركضها عز وغناة الفقارة، كانها هنوف انفرعت في ضحى العيد في ملعب غاضت جميع العذارة، كانها هنوف انفرعت في ضحى العيد في ملعب غاضت جميع العذارة، ترهي على الناموس لقرب الميد هي والمواتر في النهاية تبارى. سوالم هاي على طاري الهجن، هذه على طاري الهجن اللي يقولوا ايش قلت في الهجن. ما شاء الله ما شاء الله. وش اللي تطلب؟ صاحب يدينك عديتها قبل شوي اللي في الهجن. الهجن تعشقها عزاز المقامي، ويعزها اللي يعشقون الأصالة، وابن الخليج تعيرها الاهتمامي، وحكامنا رمز الفخر والشكالة، وابن الخليج تعيرها الاهتمامي، وحكامنا رمز الفخر والشكالة، إرث من الأجداد
عز وتسامي وتحت النبي في وقت نشر الرسالة، واليوم يحفظ قدرها ما تضامي، ومن هو قناها ما شكالك حواله، خطوة سبوق حضرت في الختام فيها اجتماع زين الشكل والسلالة، وقامت بشوط الرمز والشوط حامي وكلنا مشارك فيه، بس بقى حلاله كن الهجن وسطه جراد انتهامي، تصير له للشوط هم وعاله، لا قبلت من عند كيلو التمامي حكم ضمرها، وسمعت مقاله غارت مغار ما يبيله كلامي، واستلمت العيرات كانها رياله، لا قبلت من عند كيلو التمامي وحكم ضمرها، وسمعت مقاله تغير غارت مغار ما يبيله كلامي، واستلمت العيرات كانها رياله، ثم ودعتهم عادة كل عامي الرقم الأول غيرها ما يناله، كانها تقول الفوز هذا نظامي، وزع فران الراسها وتخواله، وهنوا المالكها أكبر الأسامي، ويشهد له إنجازه إلى جمجاله. سلامتكم أبي ناصر. الشكر الله اللي مو يقطع عنده يعين القصيدة كاملة صح بدنك، هذا يقولون صح لسانك كيدهم سمعها. الجولة الرسمية إن شاء الله مع محمد مسفر. أفضل غرض القصيدة ذي ما أدري، أنا متأكد في الديوان ولا لا. مو بقول فجر نكون الصباح على الصبح إن شاء الله. علومك عادك بنتبع على الوقت وبنعلم، بس حرف من المحطة اللي ما فيها شغل ولا فيها ولا ومحلات أخرى لها، ما هي بالمحطة اللي أنا أقول وقف في محطة العتش. الجولة بنعلمكم يقول لي ركب كنا جدي وركوبة حقكم بالبايت مو في البايت يا غالي. يقول احنا منتم عشينا شروب العرب شروب العرب شراك مروكم الطريقة تشوفون عجيب الناس اللي يفهمون يا رجل ما كل دعوة سهل وتد يا ملل وتد على مكف الشعر اسمع من القردان والبقى والبقى ارحبوا جميع مرحبا باكل ورا قلبي مرحبا بكم الله يحييكم اللي جيتوا من عبد الله الحاج وش عقب اقول انتم ما خليتوا كلمه وانا اكل سنيكرز حل عدل ايه بننقل البث على لوكيشن ثاني ايش رايكم you
خلهم بذكاء ما يبشروا. اعطهم شيلة يا منيب. اخوان الـ من الـ يلا اعطونا بس اطلب اطلب وابشروا والله ايش تبي تسمعون؟ شغلها ما احضر من حقتك ليش ما نذكرها؟ انا اطلبوا هلا يا اخوان علموا اللي توهم جايين ليش قالبين الكام ها؟ ابو حزام يا حزام 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 ربيع القلوب مش ها مكتب الله سيارات تمر والله يضيق علينا لا انا بشغلك بسم الله يا جين اعلانات اليوتيوب جمهور الرفيح يستلموا استاذ واضح مصرفكم ما يبياك Oh, my God.
وجع يا وجد آسف أذني كاتبكم لا والله شديته نفسي دولة جيبوا لك دم دخل على يوتيوب ترى ليش شو الغياب وحوشي؟ اللي غياب سجل عليه غياب سجل فيه محضار
والشجاع بنا يا الحرب لا دور جراح هذه حبيتها والمظاهر ما تعدى للوكال والشجاع وفي رجال كفو والله اللي معجبه الوضع ولا عنده يقدر يغادر البلد شفيه انا واحد يقول وقف على كيف ولعب الحمد لله لا لا واضح انكم صراحكم انكم هنا علومكم وش اخباركم وش جديدكم يا شين الحاجه الى جات عقبها منا ارى ايش يقول ضيعت المعروف تندم على المعروف يا فعل المعروف لا ضاع عند الناس ما ضاع عند الله خلاص انا استلمت تجي عندي اعطونا طلباتكم يا اخوان فيها قصيده احبها مرهب القومي لا بديتوا ارتحتوا تم اسمعوا يا اخوان هذه المرهب القومي شيلها بعد من فصل هي طويل العمر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أفضل الشباب في العالم يقولون العرب ذكر الحياة والطيبين يبيه
إذا جعت تذكر أن النينجا ما يوصل، النينجا يجيب الأب. ما يوصل. قال يا سلام. الإعلان كأنه بعض الكومنت.
يا اخوان الناس يشتكون حتى عند العمل مشرفين والله ما ادري ايش وضع. خلاص شغلنا اللي هي البركه. ارقد جايلهم العواد. خلاص هذا ما قال الاسم. ما طال سمك. يبيع واحد فك منه ولا شلون اشوف المقموعين شلون افك منهم يا اخوان؟ شلون اعطيهم ادراج؟ تتعب خلاص محظوره ولا محظورين ولا لا؟ شامل عفو مثل عفو المشاهدين بس شلون هذا لفت الهلال عدل افراج افراج اليوم عفو عفو على الجميع العفو عند المقتل لكن ما اعرف شلون سوي عقيده بافرج عنهم ان شاء الله كلهم جميع واحد مقموع عتق اليوم من لكن عاد يجيني واحد يقول يا ولد فك مني حتى في تويتر يراسلون وفي يبشرون بالفرج منصوب عليكم السلام شو؟ ان شاء الله انا مرة هاي التعليق ما اقراه الشباب اللي ورا يقرون وانت تسمعون وتد مرخن اذنه التحدي الرسمي بنعلمكم في السنام عارف نمو انت انا مو بحاصل خويا سواقنا تحمس اسرع توقع عليك وش مبدل عليه المشرفين يا مرحبا يا اهل الكويت الله يحييك الناس تشكون عندي منكم يا المشرفين خاف الله في البشر أنا ودي اللي يكرر السؤال هو اللي يحجب خلوا من بغى حكي حكي يا جماعة أين اللي يسب كلامه مردود عليه ما علينا والله لا كلامه برابع ولا بلازم كلمته لا يبتسم ولا ترفع مقام لا تعز ولا تذل ولا تنسي بالاثنين خلوا ما بغى حكي حكي فكوا من المسلمين كلهم منصور الظاهر بيجي قمع
شلو هو يجي قمع انا ما ارجع شلون اقمع والله طافك اشياء واجده واحد يقول توني داخل وش اللي فات خلاص تمتم ما واحد يقول حلفت دائما بعض الطريقات انا ودي ادخل على واحد قلت على الشمال وغوله خلوا اللي بيننا بيننا يا اخوان واللي توه جاي لا تعطونه الحلول هذه محطة الأتش الله يعزكم والله يوجيهكم أقول يعني أخنقه يمسك أبو الزاد ما عاد الا خير ايش البرشات في كومنتات يا اخوان والله ما بعد تعشر ما الطريق باقي ما يا اخوان المحطه الاولى ما علينا فيها رحنا الألبان العتش هذول يا اخواني يبيعون كل ما اجي مع الطريق ده لازم امر المحل ده عندهم اشياء ما توجد الا عندهم في اشياء ما توجد الا عندهم لان مزرعتهم قريب كل شيء طازج عندهم دقيقة يا اخوان السلام عليكم ودكم تشوفون يا اخوان هذه منتجاتهم كلها طازجة والمحل الوحيد اصلا فك فك الاشراف انا فك عنهم كلهم بس اكثر هي اطلق محطه هاي يا كل شيء هذا العب محطه وش بس انا فاتح بث احترم الفاضك الله يجزاك خير والله جاب العيد ربكم ما سمعتوه زين ما سمعتوه على طول قمعة مباشرة لعبتي والديك الله يسلمك حب العلوم واحد هنا في شيء مشمل العلوم صدمني انا ما دريته شدنا بملقوف متطفل هو
خاطر يعود عليه. ملقوفي والله. ترسيمه صاملة من أول متوسط، هي صاملة ما تعودت إني بدون شماغ تصدقون. ما يعجبه ولا عجب ولا صيام في رجل. حتى من قبل الأمور الله يطول عمارهم يخليك لهم ويخلونك لهم. شو خليك لهم ويخليهم لك. قريب ما عاد الا خير. والله يا ذنه قال له كلمه جاه قمع على الفضم من قريب وانا فاتح البث زين ما طلع حكاه. هذا اللي يمين وهذا اللي قاعد بدون ذكر اسمه. وش عاشت ايامك الله يطول عمرك ويسلم. شرف كبير يا اخوان الله يعزكم. عشان ما تقول وش يشرب. ايه ما حد طلب رايهم المشكله. ما حد استشارهم ولا اللي ماشي على خلطاتهم. ذا الحين يريحون اعمارهم علمي معي. احمد هم شكوا. شوف في ناس عنده فضول لكنه فضول محترم وذكي في نفس الوقت، وانا اذا سالني احب اجاوب عليه. وبعضهم فضوله ضارب له وادي، لا هو فضول ولا هو بلقافه ولا ادري ايش تسميها. عاد الا خير. 100 كيلو ايه هذا فيه بعضهم مو فضول اسمه حب العلوم. الله يسلم جميع يسلم عماركم يطول عماركم يسلم. مرحبا بالقدام والجدال. يقول له ان شاء الله مري مري ومعرب الجدين وافتخر. قبيلة عزيزة مواطن عزيز. عليكم السلام. العم في الجميع كله في حقه من العلم الطيب. هزات وايد وسويت هذه قلوبنا. الطريق مش دخل السفر. الطريق قام حق. وسايق عليه.
ونعم يشمر ونعم. الظاهري بقفل البث ما انتبه للطريق. اشهد ما انت بالتالي. هذا عنده فضول بس انه محترم. يستاذن في السؤال. تأكيك بالسواقة؟ لا. ايوه بالضبط واضح متوتر من السواق والطريق والله العظيم انك صادق. الحزام 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 السواق ما ضربت السواق ثلاث ايام قلت له ما الطريق الشريعه ترتفع. نعم عندي اخوياك حاطين من قبل البرنامج أعزه وما قدره وما افتخر برفقته. اللهم آمين. محمد مسفر افتكيت منه عقب الشيء ما أبغى أتخلص. ما أنا خلي ما أبغى يسأل يسأل. السؤال اللي انا بقراه بجاوب عليه واللي ما له لزوم خليه يسري مع الكومنت. محمد المسفر ان شاء الله بجتمع انا وياه في سفره قريب. في جوله رسميه بيني وبينه اللي يفوز فيها يسفرها الثاني على حسابه. بعضهم من اللي في الكومنت يا اخواني الظاهر انه ياخذها غفوه عقب ما يطرح عليه السؤال هو معلق اول ليله تعليق ما له. لا يسفر على حسابه. كادي يرحب يا كادي. والله لا عاد شفت الطريق ولا عاد شفت الكومنت. لا والله حجاج مسافر. الله يريحك قول امين. خذ موتكم واحد ادخل مع جوله ودنك.
علق يا جماعة. اسمعوا بعطيكم الخبر ان شاء الله في السناب في الجولة. اول شيء ابو المودي ذاك الوجه الودر خلنا نخلص منه وباقي له ان شاء الله الجولات والتحديات مقبله. تكون مع محمد مسفر. يا جماعة احنا طلعنا هزعنا من الخط السريع وبالمساواة ما فيها شبك يضعف فيها النت وقربنا ان شاء الله نوصل. ايوه بالضبط يا رحم عاد بي الله ليهنكم على كل حال بيض الله وجه من دعم ومن مكبس وجايكم في الوجود لا تبعدوا لا تبعدوا. لو وصلنا البيت والأمور طيبة وكل شيء زين عودنا نفتح البيت. اللي بفتح بيت مع الوجه الودر شوف تعال من الجولة متى بتكون، لكن خلوكم على هبة الاستعداد. نبغى نلف على البضم وخليه يسفرني غصبا ان شاء الله. السفرية اسبوع ده باذن الله. يلا السلام عليكم. صورة الختام يا اخوان.